التي نعرفوا انه في الحقيقه على حسب البلاد ديالنا عندنا عدد من المشاكل، الناحيه الاجتماعيه اساسا، والناحيه الاجتماعيه هي كذلك تجي الناحيه الاقتصاديه. المشكل اللي عندنا هو الشوماج، الشوماج ديال الشبان ديال الطلبه، من بعد ما تيكون عندهم الدبلوم واحد تقريبا 26% ما تيجبروش الخدمه. من هذه الناحيه هذه تيخصنا كلنا نعطيو واحد الدفعه، واحد الاعانه للبلاد ديالنا. علاش؟ لانه المشكل هو ديال التعليم، المشكل هو ديال ليدوكاسيون، التربيه. والمشكل ديال التربيه تيبدا اساسا في لاكريش، في التربيه ديال الدري مي تيخلق، من تما تتبدا التربيه. تتبدا في لاكريش ومن بعد البري سكولير ومن بعد تيمشيو للمدرسه. المشكل ديالنا هو انه عطينا واحد الاسبقيه للمدارس الابتدائيه، الاول تيمشي من 6 سنين 7 سنين تيدخل المدرسه، ولكن ما تيكونش عنده ديك لا باز الاساس اللي كاين من تيخلق حتى 6 سنين 7 سنين. دابا ما كاين مشكل، كاين واحد الدفعه دابا من الناحيه الوطنيه باش يكون واحد العدد ديال المدارس ديال البري سكولير. وحنا هنا لان البري سكولير ما يمكنش يلا الدوله دير كل شيء، تيخص كل الشركات، كل الناس اللي عندهم امكانيه كلهم ينوضوا ويكون هنا سوليداريتي. لان اللي ما كانتش هاد لا سوليداريتي بين المغاربه ما يمكننا نديروا والو. هنا فاش جينا بنينا هاد المركب، مركب اجتماعي من جهه ومركب ثقافي من الجهه الاخرى، ولكن تنعرفوا انه ليدوكاسيون هي ماشي الله باش تعلم تقرا اما تكتب، هي كلها في الناحيه باش تكون عندك واحد التخمم، واحد المعرفه على حسب العالم، على حسب كل شيء، بحيث انه الدري تنقريوه، ولكن في نفس الوقت تنعلموا الموسيقى، تنعلموا التاريخ، تنعلموا لا ناتور، الفلاحات، تنعلمهم يغني، وتنعلمهم البيانو، تنعلمهم هذا الشيء كله باش يكون القرايه، باش ملي تكون القرايه في واحد الجو ديال الناس فرحانين والدراري فرحانين تيمكن لهم يقراوا بسرعه. وثالثا ما تنقريهمش يلاه العربيه، تنقريهم الفرنساويه، تنقريهم الانجليزيه، تنقريهم باش يكون عندهم واحد التفتح على العالم وعلى الانسان الاخرى، لانه على الناس كلهم، لانه الانسان غادي يكون يعيش في واحد المناخ، في واحد المجتمع، تيخصو يمكن له ينخرط في هذا المجتمع. والانخراط في المجتمع هو الاساس ديال لافنيغ، باش هاد الولد يمكن له ينجح ويكون لاباس عليه الى اخره.